دول لبنان يتوجه نحو الزراعة، وين صارت استراتيجية وزارة الزراعة بهالإطار؟ شو نعمل فيها؟ شو عم تشتغل وزارة الزراعة اليوم لحتى تعيد النظر بالاتفاقيات الموضوعة بيننا وبين دول عربية والدول يعني طبعا الأوروبية وغيرها؟ عناوين اليوم رح نطرحها مع ضيفنا بالإضافة إلى الموضوع الأهم، وهو الدعم للمستلزمات الزراعية بوقت الأسعار نار. المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير، وينعاد على اللبناني جميعا بعيد الفصح المجيد، ونقول للمسلمين شهر رمضان مبارك وصوم مبارك. يعني اليوم الأمن الغذائي نسمع مهدد، ولبنان يتوجه نحو الزراعة، هل يعني هالعنوان ما بيخوف الناس؟ كيف بدنا نشرح فعلا يعني الأمن الغذائي مهدد وكيف مهدد؟ بالبداية بدي أقول أنه نحن بلبنان استراتيجية الزراعية اللي وضعتها وزارة الزراعة وحاليا بصدد إيجاد التمويل المناسب لها من المنظمات ومن الهيئات المانحة، بترتكز على عناوين عديدة أبرزها تحقيق الأمن الغذائي. الأمن الغذائي بمعناه المختصر اللي بنشرحه للشعب هو تأمين الغذاء اليومي للمواطن، تخفيف من الاستيراد، لأنه الاستيراد هو بيتأثر بأي أزمة اقتصادية مثل ما عم نشوف اليوم. يعني الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي حلت بلبنان حلت بغير دول بالمنطقة وبالعالم، بس ما تأثر الأمن الغذائي سريعا، لأنه كان في انتاج معين من الغذاء بأمن حاجة الشعب، يعني نحن اليوم عم نستورده، عم نطلع العملة الصعبة من لبنان بالوقت اللي هو نحن كنا عم نناشد قبل 17 تشرين ونشادنا قدام كل السلطات الرسمية وباستراتيجياتنا انه هيت لنأمن استثمار اكتر للأراضي الزراعية لنوجه البلد صوب الزراعة. اليوم الزراعة عنصر اساسي بالاقتصاد الوطني، قديش ما بيصير فيه احداث سياسية واجتماعية واقتصادية ما بتتأثر، لأنه هالزراعة الارض باقية مش مثل غير قطاعات. اليوم نحن لازم يكون أخذنا درس كبير للمستقبل، إنه نحن نروح صوب الزراعة نحقق الأمن الغذائي بتأمين الغذاء للمواطنين، بتأمين المواد الأولية للمصانع الغذائية بلبنان، لأنه كمان مصانع غذائية بدها مواد أولية، كان إنتاج زراعي نباتي أو حيواني. بالوقت نفسه بدنا نكون نحن عم نفكر كيف بدنا نزيد صادراتنا، لأنه الصادرات بتجيب عملة صعبة على البلد. وبهالنحية هايدي بيصير لبنان، ما تنسي هلا كنا عم نسمع صديقنا المدير العام ميشيل فريم، وجه له تحية على جهوده، عم بيحكي عن موضوع تغير المناخي، لازم كمان نحن نوجه البلد على زراعات قابلة للتغير المناخي. نعم. وبتكون بنفس الوقت زراعات عندها قيمة مضافة عالية وعندها قادرة تفرض نفسها بالسوق المحلي، وبنفس الوقت تكون تنافسية مع بلدان مجاورة عم تندعم الزراعة أكتر من لبنان. ليش دايما منقول لازم؟ ليش دايما لازم نعمل؟ ليش ما عملنا؟ ليش إنه بدنا نعمل؟ ليش ما عملنا من قبل؟ مباشرة بعد موجز الأخبار رح نحكي بهالعنوان. لبنان ما بيموت، وسوا منرجع البسمة للبيوت والمكاتب، نبني اللي تهدم بأسرع وقت وأفضل الأسعار مع A2Z. A2Z إعادة تأهيل المنازل والأبنية وكل أنواع التصليحات، ألومنيوم، زجاج، PVC، واجهات، أبواب، بطون، بلاط، طرش ودهان، بالإضافة إلى التنظيف. A2Z 01-259-259 و70-341-555. مرحبا، معكم جورج إرداحي. بالمناسبة مش شرط تكون بنك للمعلومات حتى تكسب الأموال. CFI جزء من مجموعة حائزة على جوائز عالمية بتمكنكم من الوصول إلى الأسواق المالية بأفضل الشروط التنافسية. انضموا الآن واستفيدوا من الويبينارات المنتظمة وحساب تجريبي مجاني. زوروا موقع CFI.trade. CFI ثبت خطواتك. CFI مرخصة من قبل مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية. التداول ينطوي على مخاطر عالية. صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت لبنان.
حركات احتجاجية لقطاع النقل البري، البالما في طرابلس شبه مقطوع، وتجمعات في الدورة وصيدا والمحافظات. وطليس يطالب عبر إذاعتنا بسعر خاص للبنزين والمزوت. نحاس حث الرئيس المكلف على الذهاب يوميا إلى بعبدة لفكفكة العقد وتأليف الحكومة. منظمة الصحة العالمية تلحظ ارتفاعا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الأسبوع الماضي. البيت الأبيض يعلن أنه لن يفرض على الأمريكيين الحصول على جواز سفر صحي لإثبات تلقيهم لقاحا مضادا لكوفيد 19. أصدقائي المستمعين، نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان. فرضت الأزمة الاقتصادية اللي عم بيعيشها لبنان سنة 2019 توجه أكبر نحو الزراعة، وذلك بدافع أساسي يرتبط بالأمن الغذائي اللي صار مهدد مع انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية عند المواطنين وارتفاع كلفة الاستيراد، ما ساهم باتساع المساحات المزروعة بشكل لافت إنما على نطاق محدود. بدنا نرحب بضيفنا المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. نحن كنا عم نحكي إنه لازم نعمل ولازم وزارة الزراعة تقوم بخطوات ولازم تترجم هالاستراتيجية بواقع على الأرض، كله حبر على ورق. طيب ليش ما عملنا؟ أنا بحيي صراحتك، وأنا مثلك بسأل هالسؤال، مثلك بسأل بقول ليش موازنة وزارة الزراعة 0.08؟ بس ما أنا كشاب لبناني وكمهندس زراعي وكمزارع من زحلي، لأنه بتعرفي الزراعة موجودة عند كل الشعب اللبناني بس بالبقاع كله زراعي، والناس اللي ما بتتعاطى مباشر بالقطاع الزراعي بتتعاطى غير مباشر انه في غذاء يومي للمواطنين او محيطين فيها مزارعين. بدنا نسال الحكومات المتعاقبه ليش 0.08 موازنه وزاره الزراعه؟ هذا قطاع استراتيجي بالاقتصاد الوطني. اليوم وزاره الزراعه اذا بتطلعوا على المرسوم تنظيم وزاره الزراعه عام 1994 عندها صلاحيات واسعه، تبدأ بالإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، بتمرق بموضوع الغابات، المراعي، الأحراج، المزارع، محلات الأدوية، الأسمدة، البدار. هل العقد فقط بالموازنات؟ أكيد. اليوم أنت إذا بدك تقول موازنة والعنصر البشري الاثنين، اليوم أنا بتطلع على موازنة الدولة بشكل عام، ما كل القطاعات مهمة، بس بتطلع بلاقي قطاع زراعي بيعتاش منه غالبية سكان لبنان أو بأمن أمن غذائي للبلد، بلاقي إشحاف بحقه، بسمع شعارات كبيرة الكل بتغنى بالقطاع الزراعي بس ما في شيء. أنا عم بحكي عن صرخة مدير عام موجوع، عم شوف المزارع بحاجة لدعم، كنت عم بحكي قبل 17 تشرين ما حدا يسمع. هون بوجهي تحية لكل وزراء الزراعة اللي كانوا عم بيحملوا الملف، يفوتوا فيه على مجلس الوزراء، روحوا فيه على مجلس النواب، إنما بالنهاية نسمع كلمات من ذهب نازل ندعم الزراعة بس ما نشوف ترجمة على الأرض، لا بموازنات ولا بعنصر بشري ولا بدعم. ولولا ما المجتمع الدولي، منظمات الهيئات المانحة عم تحضن هالقطاع، كان القطاع ما عم بيتنفس. خلينا نكون صريحين، كان القطاع ما عم بيتنفس بسبب القرار السياسي، بسبب القرار السياسي استر شيء. خلينا نقول استر شيء، يمكن يمكن اني عندهم الرغبه بس هذا استر شيء. اليوم نحن بدي اشوف انا غير وزارات وغير قطاعات نعطت موازنه عاليه والغذاء اليومي للمواطن اللبناني. يعني اليوم انا بدي اطلع على دول مجاوره صار عندها ازمات، طب ما عندها ازمه غذائيه؟ دول معده دول لانها بتزرع. بعد الربيع العربي بال 2011 عده دول عربيه بدون ما نسمي ما عندها أزمة، بالعكس بعدها عم تصدر، مش بس عم تأمن حاجة شعبها عم تصدر. اليوم لبنان، أنا دايما بحب حط أمل للمستقبل، بقول نحن لازم ناخد درس. هلأ اليوم عم تتهدر موازنة جديدة، هذا قطاع ما عنده تكلفة كبيرة إذا عرفنا أدارنا الموضوع، مثل ما عم يصير اليوم بموضوع الدعم. طب انا ما بدعم 300 صنف او 330 صنف او 100 صنف، حكينا معك من 15 هلا بدنا نحكي عن الدعم. دعموا ست مستلزمات، برجع بكررهم اليوم: ادوية زراعية، اسمدة، بدار، لقاحات بيطرية، موضوع الابقار اللحم، وبقول كمان العلف ليكون نحن طورنا زراعتنا على فيه. هاو القصص بتخلي يكون في زراعة. من جهة تانية اطلقت وزارة الزراعة
قبل الأزمة الكبيرة أيام تسويقية بالداخل وبالخارج. كمان هيدا كم من إمكانيات ضئيلة أطلقناها، قدرنا نسوي عدة منتجات ونشجع الناس، بس هذا موضوع. وهون بحيي القطاع الخاص، بحييهم كلهم اللي كانوا عم بيتكاملوا معنا، كان بنقابة الصناعات الغذائية، كان بغرف التجارة، بالنقابات، بالتعاونيات، بالجامعات، بكلها، بكليات الزراعة الخمسة الموجودين بلبنان. بس برجع بقول بدنا شغلتين، موازنة، وبدأ عنصر بشري، وبدأ احتضان توجيهي للناس روحوا على القطاع الزراعي. هي انتو بتعملوا وزارة الزراعة، بس ما فيك تعمليها بدون امكانيات. طيب هلا نعملها بامكانيات ضئيلة. طيب هلا في كتير اتصالات. نعم. بلشت اتصالات حضرة المهندس، بدنا نحكي عن الدعم. بس قبل يعني اذا انا بدي استص، اذا انا عندي شقفة ارض بدي استصلحها 100 ورقة، هلا سهلت مع يعني اعطاء دور للبلديات بهالاطار، كمان الروتين الاداري ما بيخليك تعمل شيء بهالبلد، مش هيك؟ 100%. هيدا ما هي بدها ورشة تشريعية إصلاحية. اليوم نحن الوزير المرتضى بوجه له تحية طلع قرار عطى فيه هامش للبلديات بإعطاء استصلاح أراضي بدون ما يرجع على وزارة الزراعة. شو غير هيدا؟ كتر الأراضي اللي عم تزرع، ساعد شوي بالمساحات الصغيرة. بس أنا هون بقول بدها ورشة تشريعية إصلاحية، تخفيف، لنرجع بكل المجالات لنخفف العقبات أمام الاستثمار، خاصة الاستثمار الزراعي. بدنا اليوم نطل بتخفيف تخفيف اليوم إذا بدك تعملي مصنع زراعي، بدك تعملي مؤسسة زراعية، بدك تعملي، بدنا نخفف شوي، نحط نعمل لمركزية لنقدر نقول للناس تعاو بسرعة. بعدين الناس محتاجة زي أموالها بالمصارف، لولا منوجهها يعني فرع ما يكون عم نقول تعاو حطوا أموالكم بالمصارف، خدوا فوائد عالية، استثمروا. هاي كمان إحدى السياسات الغلط اللي وصلتنا لهون. تعاو استثمروا بالقطاع الزراعي، من يوم القطاع الزراعي لولا استثمروا اليوم المصاري محجوزين للشعب العادي، وبنفس الوقت لو لنحطت بمجال الاستثمار الزراعي أو بالتصنيع الزراعي، كنا اليوم عم أمنين أمننا الغذائي، كنا عم نصدر وعم نأمن نحن بنفس الوقت. عملي صعب تفوت على البلد. طيب ما كان قبل هيك باختصار فينا هلا موارد غالية، كلفة إنتاج زراعي كتير عالية، يقدر المزارع اليوم يحصل على دولار واحد ليقدر يستثمر؟ بعدنا نحن قادرين نعمل كتير إذا في إرادة. إن شاء الله بتتشكل حكومة سريعة، وإن شاء الله تكون أولوياتها هالقطاع الزراعي ضمن أولوياتها، لأنه أنا برأيي القطاع الزراعي إذا مرتاح كل القطاعات بتكون مرتاحة من خلال اتجاه القطاع الزراعي. طيب خلينا نستقبل اتصالات ونسأل بعد وين يعني صرخة المزارعين اللي عم يشكوا من تأخر فتح اعتمادات لأشهر فضلا عن محدودية المواد المدعومة، كيف بدنا نشجع هالقطاع؟ خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ صباح الخير مدام. يا هلا تفضل. بس يا ريت بخبرنا قديش هرام الصادرات الزراعية يلي العالم صارت عم تبعت وعم يتحول لمصاري من برا لبرا، وما معروف قديش صرنا مصادرين لبرا، من كان من زيت زيتون، ومن كان من زيتون، ومن كان من كبيس، ومن كان من كل القطاعات، يعني الزراعات المصنعة، يعني المصنوعات. وكمان يا ريت إذا واحد بده يستثمر، أنتم ما بتشجعوا على الاستثمار، يعني بلد نحن مش مشجع أبدا على الاستثمار. يعني نحن بنكب موسم التفاح، بيجي واحد دارل عليكم انه بده يعمل معمل ليصنع مثلا عصير تفاح، مربى التفاح، مربى المشمش والقصص هيدي، بتجوا مثلا ما بتشجعوه، بتشيلوا عنه مثلا ضرائب على 3 سنين تقريبا، ما بتشجعوه مثلا انه يشيلوا عنه مثلا اشتراكات ضمان. بينما بلاد تانية جيراننا مثل مثلا تركيا، راح عنده موسم مشمش، كانوا يفضلوا يبدلوا المشمش بشيء مع روسيا. سؤالك مهم وانا هذا موضوع، بس عفوا ما خليني كفي كفي فكرتي بس امام معروف. اجت تركيا انضرب موسم مشمش عنده لانه روسيا ما اخذته عشان خلاف سياسي، قاموا انشأوا معامل، مش الدولة، القطاع الخاص انشأ معامل بتشجيع من الدولة انه خيه انت على 5 سنين خيه ما تدفع تاكس، ما تدفع TVA. نحن عنا هون اذا بدك تروح تجيب شوال علف للبقر عندك، بدك تموت بوزارة الزراعة يطلع لك شوال مدعوم، طب ما بكفي وانت عارفين. خليك معي لانه عارفين انه ما بكفي هيدا الشيء اللي عنده مزرعة شو بيعمل، ما اضطر يروح يطعمي البقر تعول. خليك معي لانه في صار مطروح 3 نقاط لحتى يقدر يجاوب. نعم يقدر يجاوب على عنا من لندن كمان. نعم. ونحن ما عنا بقر بلدي نحن نسويه. نعم. ننتج ابقار نحن بنستورد.
كل عمره هو لبنان يستورد أبقار ولحوم مثلج وهذا. هلأ جايين نحن نقول للمزارع البقر ومزارع الخواريف ومزارع كل شيء انه تعالوا استثمروا. لا مش هيك مش هيك بيكون. هيدي مش هيدي. اذا اجى مستثمر لبناني عايش برا بدي يستثمر بقطاع الزراعة او بقطاع اللحوم او بقطاع او بكذا قطاع، كيف انت بتشجعه بتقول له مصرياتك محجوزين بالبنك؟ شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. سؤال مهم بس انا بدي اوضح نقطة. نحن عم بقول عم نستورد لحوم، نحن اذا بلشنا حلقتنا بدنا نخفف الاستيراد لانه الاستيراد هو عم بيطالع العملة الصعبة من البلد. نعم. بدنا نروح نحن على انتاج محلي نباتي وحيواني حتى نخلي العملة الصعبة. يوم ما فينا نطور اقتصاد مبني على الاستيراد. عند اي ازمة اقتصادية بتصير بصير عندنا ما بنقدر نسحب دولار. اليوم هذا كان الدعم اللي طلع كان هدفه انه نعوض عن الاستيراد عم بيستورده بالعملة الصعبة. مشان هيك انا عم بقول لا، بدنا نطور انتاج المحلي، بدنا نطور مزارعنا، بدنا نستثمر اراضينا، بده يكون عندنا قرار شجاع منا كنا سوا، قطاع عام وقطاع خاص. في تجارب ناجحه عند القطاع الزراعي اللبناني عم بيستثمروا ونجحت بعده مناطق لبنانيه بظروف صعبه. بس انا عم بقول ثاني شيء عم بيحكي عن موضوع التعويض، وانا بلشت حلقتي قلت مع عندنا موازنه. ثالث شيء بموضوع نحن قدم الوزير الزراعة قانون للجنة الزراعة النيابية بموضوع التعويضات على الأضرار الزراعية صندوق. هلأ اليوم نحن الطاقس كنتوا عم تحكوا قبل ما بلش كان عم يحكي دكتور فريم الحرارة 26، بكرة في انخفاض 15 درجة الحرارة، هذا الشيء بيؤدي لأضرار إن شاء الله ما تصير. احنا قدمنا مشروع قانون هو صندوق لضمان الكوارث الزراعية. عندما بتصير كارثة بيكون انخفاض حرارة 15 درجة او ارتفاع حرارة بيكون فيها الصندوق بيغطي، بس ما نطلع من مبدأ التعويضات لانه نحن تعودنا بلبنان. انا بدي مثل عم بحكي اليوم بجرأة تعودنا انه تعويضات ودعم، ولا بدنا نروح نحن على شيء منتج يرتكز على. إذا صار في كارثة مثل ما إنه على المزارعين تبع هذا مزارع بده يعيش. في صندوق بيطلع قانون مجلس النواب، في صندوق لضمان المواسم الزراعية. وين مشروع قانون؟ مشروع عم بيطلع قانون، هذا بيكون عم يرعى الموضوع، كل مزارع بينتسب له بيكون عم يرعى هذا تقدر يا مزارع. شو بدنا نعمل؟ كمان في قصة مشروع قانون لإنشاء صندوق للمزارع، هذا هو اللي أحالته طبعا وزارة الزراعة إلى لجنة الزراعة العربية. نعم. هيدا هو. خلينا علي من لندن، تفضل. ايه الو، صباح الخير. صباح النور يا هلا، تفضل. اهلا اهلا. يعني من المؤسف ومن المستفز تماما اني بسمع حكي من مدير عام لوزارة الزراعة، عم بسمع هذا حكي مدير عام لوزارة الزراعة. نحن اليوم عنا حوالي 400,000 موظف على القطاع العام، كمواطن لبناني عم بدفع ضرائب لوظف هذه الناس لحتى تكون هي عم تدير هذه الدولة. من خلال من بين هال 400,000 في حوالي 185 هن اللي بيتغيروا كل 4 سنين بانتخابات نيابية ووزارية، وهذا الباقي كلياتهم نحن بنعتبرهم وزارة، هن الدولة العميقة اللي هن المديرين الإداريين المديرين التفتيشيين كلياتهم. كيف هيدا الحكي عم يطلع من مدير إداري إنه نحن اليوم بسنة 2021 بيحكيك كأنه ما في حدا كامش هيدا البلد؟ يعني كيف هني مسلمين حالهم للسلطة السياسية والسلطة السياسية مسيطرة عليهم؟ ليش ما في استمرارية فيها اللي هني بيعتبروا حالهم إنه هني؟ شو السؤال مباشر شو بدك تقول؟ يا ستي السؤال المباشر كيف مدير عام صاروا أكثر عم يتعاطى بالسياسي أو هو موظف بالدولة اللبنانية من حوالي تقريبا من سنة 2000 لحديث اليوم عم تحكي قدام منه ما في عنده مشروع، ما في عنده خطة للأمن القومي للغذاء القومي، وما في عنده وجهة نظر بيقول لك مسؤولي على السياسيين. يعني مدير عام بالدولة اللبنانية عم يبكي للشعب اللبناني. شو ردك على هالكلام؟ نعم، شكرا لك علي. أنا بشكر سؤال الملغوم اللي عم بيوجه لي، بس بدي أقول شغلتين. أول شغلي لا عنا مشاريع، ونحن رقمنا بتتفضل بنعطيك بنقدم لنا مشاريع، لو في مشاريع حققناها بدون اي امكانيات وبدون اي موازنات عملنا المشاريع، والشعب اللبناني بيعرف كنا عم نكون بالمناطق اللبنانية كلها مع مختلف عم نطور انتاجنا ومنساقه بالداخل وبالخارج، مستمرين نحن بدون مستمرين عم نشتغل باللحم الحي وعم نشتغل بدون موازنات وبدون امكانيات. غير سؤال. نعم، شكرا لك علي. بعدين انا بدي اقول شغلي، انا هلا بدي اقول بالعكس، بدي اقول انه انا رح ضل صريخ لحتى اخذ اعتمادات للقطاع الزراعي، لانه اذا انا ما صرخت
ما رح يحققوا. هلا بده ينفع الصريح، ما في اموال، ما في اموال، كيف بده ينفع الصريح؟ في اموال لانه القطاع الزراعي تكلفته منا كبيره. ايه هلا نحن عم نحكي انه على الوضع الطارئ اليوم حضره المهندس مدير عام وزاره الزراعه المهندس لويس لحود، بس في مشكلات متجذره وهي معوقات اساسيه قدام تقدم القطاع الزراعي. يعني اول شيء غياب التنظيم من قبل الجهات المعنيه، يعني وزاره الزراعه. كمان في اشياء بتتعلق بنوع المنتجات الزراعيه او يعني المزروعات اللي لازم نزرعها حتى ما يقتصر الانتاج على انواع معينه تكسب بنهايه المطاف. يعني في غياب لخطط ربط هالزراعات باسواق التصريف الداخليه والخارجيه. يعني مش قصه مش بنت ساعتها، هي المعوقات من زمان، وكان يعني اللي عم يتناوبوا على مسؤولية وزارة الزراعة كلها خطط بدون أي شيء على الأرض مثل ما لازم، يعني وإلا ما كنا وصلنا له. اسمحي لي، لا تفضل. أنا بدي حيي كل وزير تناوب على مسؤولية وزارة الزراعة. حرام الوزراء، لأنه أنا بعرف الوزراء اللي مرقوا معي قديش ما ركضوا، كل وزير ساعة، كل وزير عمل معارك وقدر حقق يمكن قسم من اللي عملوا. عم برجع بقول ما في قرار سياسي بدعم الزراعه، على هو يعني جاي من كتله سياسيه. يا ست نوال، يعني ما تدفعنا عن الوزراء على الهواء. أنا بدي احكي لانه كل وزير عطى بهالقطاع اكثر ما بيقدر، بس في قرار كبير انه القطاع الزراعي منه اولويه، يعني ما بس كل وزير قدموا ساعه، والوزير الحالي حرام كل امليه عم يعطي كل مجهوده لحتى يقدر يحقق جزء من مطالب القطاع الزراعي بلبنان. نعم، على كل حال يعني قصة الوزراء هلا إذا ما ندخل فيها شو عمل كل وزير. طبعا في ناس فضلوا المزارعين على ناس، كان تم يسهل أمور مزارعين على حساب مزارعين آخرين، وخصوصا بمجال الدعم. اليوم هلا مش رح ندخل بقصة الوزراء، ما رح معلش بس أجوبك. بدي أوضح موضوع الدعم. نعم، دعم هو وزارة الزراعة منا مسؤولي عنه، لريت كنا مسؤولين عنه، كنا اشتغلنا بطريقة مختلفة. ونحن نشادنا موضوع الدعم، قلنا برجع بكاري لدعمه المستلزمات النباتية والحيوانية الأساسية. واليوم أنا برجع بقول أنه لازم كل حدا بموضوع الدعم بحس فيه خطأ يقدم للقضاء المختص. ونحن كل شكوى عم تجينا عم تتحول للنيابة العامة المالية، ونحن بالاخير نحن مش الوزاره المختصه، ونحن الاسعار مش عندنا وموضوع الدعم مش عندنا. بس انا بقول برجع بقول الدعم ما لازم يستمر بهالطريقه. كيف قبلتوا كوزاره زراعه انتوا انه وزاره الاقتصاد هي تاخذ الدعم على عاتقها؟ انتوا مش وزاره لازم كنتوا على القليله يعني تفرضوا عليها تنسق معكم؟ هذا مش من ضمن صلاحيات وزاره الزراعه موضوع الدعم. في كل وزاره عندها صلاحيات، احنا بنحترم صلاحياتنا. وهون بوجهله تحية لمدير عام الاقتصاد، عم يعمل جهد مميز. إنما اللي بدي أقول إنه نحن سندنيهم بفرق كاشف، لأنه هني ما عندهم عنصر بشري بموضوع حماية المستهلك. نحن عم نكون أنه بالدولة كلنا نحن دولة وحدة، بس الموضوع هو بالصلاحيات وزارة الاقتصاد، موضوع الأسعار، موضوع المراقبة حماية المستهلك كلها عند وزارة الاقتصاد. نحن عم نساعدهم مثل ما غير وزارات عم تساعدهم بموضوع فرق الكاشف على الأرض. إيه بس هي سايبة الأمور على الأرض، يعني عم نحاول الماكسيموم نساعد. سايبة في قضاء، يعني وين وزارة الاقتصاد سايبة الأمور على الأرض؟ في قضاء نحن بنرجع من ناشد وزارة الاقتصاد تتحرك أكثر، والقضاء اللبناني يصدر أحكام سريعة لحتى يردعوا الناس اللي عم تخفي المواد الدعم، ويوصل الدعم مزبوط للمواطن. كيلو اللحم الغنم 120 بمحل تاني 95، بمحل تالت 65، وين المراقبة؟ يعني لازم هون وزارة الاقتصاد تعزز أكثر، والقضاء يصدر أحكام سريعة لحماية المستهلك. يعني بعد ما وصلنا لهون الحكي ما بعرف إذا بعد بينفع. 165 مليون دولار أنتو دعم للقطاع الزراعي، شو عملتوا فيهم؟ 175 مليون دولار. شو دعمتوا؟ دعمتوا البقر والعلف اللي تهرب للخارج؟ ما تقولي دعمتهم، دعم مش عند وزارة الزراعة. لا يعني ما أنتوا مختصين، أنتوا يعني بالتشاور معكم صار في دعم للقطاع الزراعي. خلينا واضحين، نحن طرحنا ست أنواع دعم. نعم. برجع بكرون ثلاث مرات بالحلقة، أسبدي، أدوية، بدار، لقاحات بيطرية، علف، وأبكار أبكار اللحم. بدي أقول بس الدعم منه عند وزارة الزراعة. أنا برجع بقول فكرة، بس اسمحي لي أحكي عن موضوع الدعم. الدعم لازم يكون على ست أنواع، ما بيكلف شيء كل الدولة. كان تغرق الأسواق بهالأنواع الدعم وتحددت أسعار واضحة للموضوع. ما كنتوا موجودين؟
احنا قدمنا اقتراحات ما قد ما كنتوا موجودين بس انه بس وزير الاقتصاد بيحمل مسؤولية الدعم. القرار هو عند وزارة الاقتصاد. نحن هالانواع الدعم الستة طلبنيهم وعركنا عارف انه ما في يوم البلد يحمل اكتر من 6 انواع. يعني هل كانوا 300 صاروا 170 صاروا 100 هاو كله. ليش ما اعترضتوا بوقت؟ اعترضنا وعمل كتب عمل عدة كتب والوزير حكي باللجنة الوزارية وحكينا عدة محلات إنما الصلاحية مش لوزارة الزراعة. نعرف نحن هالشي بس يعني اليوم كيف تقبلوا يعني أو خيركم تكون وزارة الاقتصاد وصية؟ ليش ما قبلت وصية إنه هي تتفرد بالقرارات قرارات الدعم؟ منا وصية إنما هيدي صلاحياتها، هيدي صلاحيات وزارة الاقتصاد. اليوم ما فيك أنت تاخد هل فيها وزارة الاقتصاد تاخد صلاحية الأحراش والغابات؟ لا، هي صلاحية وزارة الزراعة. هل فيها وزارة الزراعة تاخذ وزارة الاقتصاد وحدة ولا رئيسة الحكومة ولا مين بيتحمل المسؤولية؟ في وزارة اقتصاد وفي في مع اكيد في لجان وزارية مختصة بهالموضوع. انا بما يعنينا بوزارة الزراعة نحن هالموضوع عند وزارة الاقتصاد وعملنا عدة اقتراحات بهالموضوع وان شاء الله هلا يتم تصويب الامر بهالاطار. نعم صحيح صرتوا مستوردين 50,000 راس بقر عم ينحكى بهالرقم. نحن عم نتابع عبر موضوع السوشيال ميديا. موضوع الدعم مش عند وزارة الزراعة. نحن عم نحكي عن الأبقار. نحن لا دعم عند وزارة. نحن وزارة الزراعة بس بتشرف مواصفات فنية على موضوع على موضوع التصدير والاستيراد. إنما هذا موضوع مرتبط بوزارة الاقتصاد وبمصرف لبنان. وين التقصير عند المزارعين؟ يعني بحق المزارعين اليوم عم بيصرخوا المزارعين. يعني عم ينقال انه وزارة الاقتصاد اللي يعني حضرتك دايما بتحط الكرة عندها وهي المسؤولة بس طبعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء مجتمعا يعني لو كان بتصريف الاعمال هو لازم يكون له كلمة بهالاطار مش يتفرد وزير الاقتصاد حسب ما عم بتقول انه بقصة الدعم. اليوم المزارعين عم بيشتكوا لمين بيشتكوا المزارعين؟ خليني اوضح لهم تفضل. انا ما عم بحط عم بحط الصلاحيات وين؟ نعم عم بحط الصلاحيات وين؟ عم بقول لك في صلاحيات عند وزارة الزراعة ما بنقبل حدا يلقطها وفي صلاحيات عند الاقتصاد نحن ما بنقبل نتعدى عليها. نعم. هلا في شك نحن احنا عم نساهم من خلال حطينا رقم مكتب شكاوى بالوزارة هلا بحطه بتصرف الشعب اللبناني وهيدا نحن الوزير عم بيتحرك بما يتعلق بالصلاحية مش متعلقة بوزارة الزراعة عم بيرفع الملفات كلها للقضاء المختص. رقم مكتب الشكاوى هو 8196462. إذا في أي مشكل شكوى أي شكوى المزارعين عم بيشتكوا عم بيتواصلوا معنا وعم بيقولوا إنه الدعم عم بيكون لقطاع البقر مش للفلاحين يعني اللي بيزرعوا وبيفلحوا أو حتى بدهم يستصلحوا أراضي. يعني هيك عم ينحكى بهالإطار اليوم. هني بدهم يتصلوا ولا لازم يشوفوا الوزير أكتر من مرة؟ لحظة شوي حتى نحن نكون وأنا وضحت شو لازم. نعم. كيف لازم يصير الدعم لتأمين استمرارية القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية. هلا هذا وجهة نظرنا وعم نعبرنا عنه شفهيا وخطيا إن شاء الله يلتزموا فيها ونحن مستعدين نسمع أي شك ونرفع للجهات المعنية كان بوزارة الاقتصاد أو بالقضاء اللبناني أو ب رئاسة مجلس الوزراء. على كل حال يعني ما بشرونا انه بنهاية ايار بطل في دعم. هلا تفاوت بين شو عم بيقول وزير المال وشو عم بيقول رئيس حكومة تصريف الاعمال. خلينا نستقبل اتصال رقم ينتهي ب 241 تفضل. يعطيك العافية. شكرا. بدك تسمحيني كمواطن لبناني كمان مسح جوخ مثل ما ضيفك عم يمسح جوخ. يعني انا بدي حي الوزير الزراعة وحي وزير الاقتصاد اللي عم بيكبوا على بعضهم. كيلو اللوبيا ب 14,000، كيلو البازلة ب 14,000، كيلو البندورة ب 5,000، كيلو الخيار ب 6,000. يعني شو بدي حيي وكيف بدي حيي؟ وكل وزير عم بيقوم على مهامه منه وبالأخص وزير الطاقة. يعني الله يعطيهم العافية وإن شاء الله ما بيشوف النور بقبورهم. شكرا لك. أهلا وسهلا. في كمان اتصال مين معي؟ ألو. إيه أهلا تفضل. صباح الخير مدام لك ولضيفك. يا هلا. أنا بتصور ما في شك يمكن ضيفك عم بيحاول كمدير عام وزارة الزراعة يعمل جهد بس أنا برأيي المشكلة هي بتكوينة هيدي الدولة يلي كل موازنتها رايحة لحماية الطبقة السياسية. يعني أنا عم بسمع منه أنه موازنة وزارة الزراعة هي 0%. هذا شيء منه منطقي. بس أنا بسأله أنه اليوم حضرته أنه فترة طويلة ماسك هذا البوست، يا أما هو شاهد زور على هذا الموضوع ولازم يستقيل ويمكن عم بيحاول. أنا ما عم لومه بس لأمتى بدنا نكمل؟ لأمتى بدنا نكمل؟ يعني أنا ما تواخذيني عم شوف وزارة الزراعة بإمكانياتها الضئيلة، من مال تاني منشوف وزارات تانية
بنشوف سيارات عم بتكسر تاخذ الاولاد وتجيب الاولاد. يعني هيدي الدوله موازنتها رايحه لحمايه موظفين الدوله اللي عم يحموا السياسيين، خلينا نقول الامور مثل ما هي. واليوم الحل بقول له لضيفك الكريم اللي انا بقدره، الحل ما رح يكون مع هاي الطبقه السياسيه، الحل سيكون بصندوق النقد الدولي اللي هو خلاصنا وما حدا ثاني، ولن يكون الحل نحسن القطاع الزراعي والقطاعات الثانية إلا بصندوق النقد يلي بده يشيل التنفيعات. بتصور حضرتك عم بتشوفي كونفايات يلي على حسابي وحسابك يلي بتاخد المدام وبتجيب المدام، سيارات جديدة عم تكسر، بيطلع لنا وزير الداخلية بيقول ما في سيارات بقوى الأمن الداخلي. بقى هيدا هو الوضع بكل بساطة، وأنا برأيي كمواطن عم بدفع ضرائب وعم بتروح حذر، أنا برأيي الحل هو بصندوق النقد الدولي يلي قريبا لازم يجي ويخلصنا من كل هالوضع يلي نحن فيه. كمين اتصال ياخذوا سوا من معي؟ صباح خير. يا هلا. جابي كمان بدي أحييك وحيي سعادة المدير. كيف الرئيس جابي؟ اشتقنا لك. الله يخليك سعادتك، أنا بحييك وبحيي جهودك اللي عم تقوم فيها. يعطيك العافية، شكرا لسيادتك. بس أنت بوادي والقطيع بوادي، يعني مش ممكن سعادتك تضل الامور تكفي مثل ما هي. عم تحكي عن موضوع الدعم وعم تحكي عن كثير قصص، بدنا نشوف اذا بعد في دوله لحتى نحكي بكل هيدي القصص. دعم المطار طرفي على الدعم، وانا حكيت مع حضرتك وسالتك مين عم يدعم، وحكيت مع اعطيتني اربع خمس اسامي مشكور، ولكن عبث ما تحاول، لانه يعني كلها محسوبيات وكلها منظمة ومدبرة ومرتبة، ونحن تعاونية كتعاونية تركيز تعاونية كثير كبيرة أكيد، وتعاونية ناشطة وفعلي بالمجال الزراعي للأسف. بس ساعتك ولا هيدي شغلة ما حخصص حعمم. طب أنا نروح على التخميم حرام يلي عم بصير للتهريب اللي عم بيحصل، إن كان بالأعلاف، وأنا عندي مزارعين وبيستفيدوا من الأعلاف ومفروض يستفيدوا بس ما استفيد. يعني صغار المزارعين، الناس اللي ما عندهم ظهر، الناس اللي ما فيهم يروحوا على التجارة، ما بيعرفوا وين التجارة. منشان هيك عم بقول لك يعني القطيع بوادي والحكام منشان هيك خليك معنا جابي شوي. منشان هيك أنا كنت عم أقول هاوسة منتجات إذا ندعموا، بس ساعتها ما في لزوم يكون في محسوبيات. إذا اليوم ندعم الأدوية والبدار والأسمدي والعنف واللقاحات وأبكار اللحم، هودي بصيروا يتأمنوا. إيه بس هلأ تأخرنا. نعم إحنا هذا كان ما وقفنا من الأول، بصير يغرق الأسواق، يتحدد سعر واضح للكل، ساعتها بيكون الدعم منتكس لهودي الست اللي بيخلوا أمن غذائي. من جهة تاني بموضوع التهريب، سؤال مهم لجابي، هون بدي ناشد الجمارك والأجهزة الأمنية والقضائية، صار الوقت اللازم لحتى تنضبط هالموضوع. هيدي معروف اليوم قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة تهريب قديش عمره، معروف من أي منافس بيتهرب. صار الوقت انه ينحط حد لهالموضوع، لانه بالاخر هو المسار هلأ من قبل لازم ينحط هذا هلأ من يوفو تاركو جميسا، لازم ينحط حد لهالموضوع، لانه بالاخر كان في دعم او ما في دعم، التهريب اليوم عم بيكون اكتر. نحن منعين 42 دواء زراعي يفوت على لبنان، عم نلاقي أدوية ممنوعة مهربة فايتة. طب ما بيصير هالشي هيدا، ما بيصير هالشي هيدا، يعني مش بس على التصدير، على الاستيراد كمان، على التصدير من برا في قصص ممنوعة. ما في دولة. لا مش أقول ما في. تعالك خليني أوضح لك شغلة، وأنا بتعرفني في كل المعدة والمحبة. أنت تنجح وأنت ما نجحت إلا بالأفكار الجديدة والأفكار اللي بتطلقها اللي بتكون خلاقة، وخاصة لصالح الشعب والمزارع. شكرا، يعطيك العافية. أنا بدي أدعيك من هالحكي هيدا ومن صوت لبنان، إنه الله يرضى عليك ما تكون مثل باقي المدراء ولا مثل باقي الوزراء والمسؤولين، كون خلطة، شوف شو فيك تساعد هالمزارعين بطريقة ما يكون الروتين، وإن أنا ما بقدر أعمل شيء، أنت بتقدر تعمل كثير، ونحن عارفين قدر إدران الساعة محلات كتير، روح انزال على الأرض وساعد قد ما فيك بظل هيدي الظروف يلي ما حدا بقى عنده ثقة بالدولة. نعم شكرا لك. نحن بدي أنا حيي لجابي، نحن قبل الثورة ب 17 تشرين كان عندنا يوم التفاح اللبناني احنا وياه، عملناه ب 34 محطة بلبنان بنهار واحد، يعني وهيدي مبادرة ما انحطت ليرة من الدولة اللبنانية، انعملت كلها بمبادرات من القطاع الخاص. كان فجابي صاحب الفكرة وقدرنا نعمل يوم للتفاح بكل المناطق اللبنانية. بدي أقول إنه في قطاع خاص اليوم خلاق وتعاونيات خلاقة وجابي منهم،
بقى نحن هون ندعيهم للتكامل معنا بوزارة الزراعة لاستمرار التكامل. نحن بلشنا نبيون عمل لاستمرار التكامل لمصلحة المزارع اللبناني. نعم على كل حال كمان في اتصال رقم ينتهي ب 38 تفضل. ألو صباح الخير. صباح النور تفضل. سعد صباح. أنا مواطن لبناني. إيه فوت دغري بالسؤال. إيه بس السؤال إنه بس وزير الاقتصاد اللي عنا إنه شو عم نشتغل بس بدنا نفهم نحن كمواطن. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال من عندك سيمون. على كل حال يعني اليوم قصة الدعم كانت قصة جرسة ومن بعد كل هالمرور كل هالأشهر اكتشفوا يقولوا لنا انه هن مقصرين من بعد ما يعني خسرونا مليارات الدولارات من المصرف المركزي على الدعم يعني. وبعدين هلأ عم بيرشدوا وبعدين هلأ واصلين لأيار عم بيقولوا ما بقى في دعم وهذا كارثة رح يكون على الوطن والمواطنين. على كل حال اليوم من بعد ما حكينا على الدعم في قصة التجار المستوردين يعني اليوم مين عم بيراقبون كيف عم بيقدموا تجار الأعلاف أو تجار الأبقار؟ هل في مراقبة برأيك كمان؟ حتى نحن أنا ما بدي الحالة نحن الدعم بالجعب واضح الدعم عند وزارة الاقتصاد خلاص انتهت بس أنا مين المراقبة؟ هذا موضوع الدعم حدا يكون نحن واضحين. نعم. تسأليني المواضيع إذا أنا بتمنى نحكي عن شو عم تعمل وزارة الزراعة عن وزارة الزراعة بتصور انه عندها مجالات واسعه من المواطنين جاوبنا عليها. نعم. كمان ضال نكرر نفس الاجوبه يعني انا بدعي كل مواطن يبعث شكوى للقضاء ونحن وزير الزراعه حول الملفات كل اي شخص على القضاء خلي القضاء يتحرك. طيب شو عم تعملوا بموضوع الاتفاقيات الدوليه عم تكون لصالح عم بتكون لصالح الدول اكثر ما هي هل لازم اعاده تقييم لهالاتفاقيات؟ نعم عم نرجع نقرا ونقيم كل اتفاقيات التعاون اللي هي موجودة بين لبنان والدول العربية بين لبنان والدول الأوروبية وبين لبنان وباقي الدول على الصعيد الزراعي أكيد ضمن صلاحياتنا اللي دايما عم نشوف التوازن بين الصادرات والواردات عم تكون دايما لمصلحة هالدول لأنه الوقت توقعت يمكن ما توقعت بظروف كانت اندارست كانت غير مدروسة. هلأ حاليا عم نرجع نعمل لها إعادة نظر لأنه اليوم ما مسموح اليوم الإنتاج الوطني يتأثر بإنتاج أجنبي. نعم. عم نرجع نقراها وإن شاء الله مع تشكيل الحكومة الجديدة رح نطرح التعديلات. بدي أقول شغلي نحن بدنا نتبع معادلة بدءا من الدول العربية من سوريا من الأردن ومصر ما رح نقبل نستورد إذا ما عم نصدر. طيب. معاملة بالمثل خلينا نكون معاملة بالمثل للتوازن بين الصادرات والواردات. نعم بموضوع مسح الأراضي كمان. نعم. يعني هيدا موضوع آخر مسح للأراضي صحيح صار بال 2010. نعم. وبدوا إمكانيات كبيرة الوزارة عندها الإمكانيات تمسح أراضي. نحن مع منظمة الأغذية والزراعة العمل مشروع المسح الحيازات الزراعية هيدا بنعمل كل 10 سنين مرة. هلأ حاليا نتقدم مشروع وعم نسعى لحتى نرجع كل 2021 عم نرجع نعمله ونرجع عم تتقسموا الحيازات على المناطق وعلى المزارعين. هذا ضروري المسح لانه لنقدر نعرف قديش تطور المزارعين بكل المناطق اللبنانيه. ماذا عن السجل المزارع هالمشروع اللي بيساعد بتحديد المساحات المزروعه يعني هذا هو انواع المزارعين هذا هو اللي حكيت عنه اللي الوزاره اطلقته عم تشتغل عليه بكل المناطق اللبنانية ورح تقدمه للشعب اللبناني بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو. بدي أسألك عن المقاطعة أنت معها يعني في البعض عم بيقاطع البيض البعض عم بيقاطع يعني الموز أنت مع حملة المقاطعة لحتى ترجع الأسعار؟ هيدا سؤال كمان من المواطنين. أنا بقول لازم الأول شيء في ثلاث أطراف حتى نعم. نرجعنا للدعم. أول طرف هي المستهلك اللبناني لازم اكيد يقول بدي اسعار عادله ومعتدله. اثنين ضمير التاجر. ثلاثة القضاء اللبناني كل شخص مخالف يحاسبه من اكبر واحد لاصغر واحد. نعم متعاقدين مدارس زراعيه مستحقتنا ضايعه. نعم لا راحت على وزاره الماليه بتعرفي ما في موازنه ما في شيء ضايع تحولت على وزاره الماليه بتندفع ان شاء الله قريبا بتندفع والوزير عم بيتابع مع وزير الماليه بهالموضوع. شو قصه الحشره اللي عم بتهدد محاصيل الزراعيه يعني انحكى عنها بأدار بعدها مستمره وشو عم نقول؟ لا نحن الاسبوع الماضي كان عندنا مشكله بعكار تعالجت عبر الهيئه العليا للاغاثه عملت ادويه ورش تغليب هلا اخر الشهر رح نبدا مع الجيش اللبناني مثل ما بنعمل سنويا برش الصونة على القمح بالبقاع
وبعلبك الهرمن ونبقى على الغربي، ورح نرش كمان صندل على أشجار الحرجية بعدة مناطق لبنانية بكل لبنان. وهم بشكر قيادة الجيش اللي عم توضع طوافاتها بتصارف وزارة الزراعة لحتى رش المساحات الحرجية والزراعية اللازمة. اليوم في صرخة من المزارعين عن استمرار فقدان المازوت، وهيدا عم بيسبب كارثة عليهم. شو عم تعمل بهالإطار وزارة الزراعة؟ هلأ ما بدي كب على غير وزارات، بس نحن إجمالا هي هذا موضوع من نشد وزارة الطاقة، أنه الإسراع بتأمين حاجة لبنان الزراعة ما بتقدر تحمل تأخير حاجة المحروقات والمازوت من للمزارعين، لأنه هيدي كمان أساسية لصمود المزارع والمواسم ما بتقدر تتأخر. نعم، على الخط مباشرة عنا اتصال ياخد 315 قبل ما ننتقل إلى ضيفنا نقيب مربي الأقبار الحلوب المهندس خير الجراح. تفضل، رقم ينتهي ب 315. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا هلا. بدي بس أسأل وعندي طريقة صغيرة هيك. عند كل واحد بتستقبلوا حضرتكم بيطلع بيتحفنا بمسؤولية الدعم. طب ما نحن مشكلتنا الأساسية مش الدعم، هذا الدعم ما هو إلا تستير على المصاري اللي انسرقت، حتى كفينا تلبس لبسونا كتير. نعم، شو هالكذبة هاي عم يعيشونا؟ شو هالكذبة؟ شكرا لك، رح نكتفي بهالقدر لأنه موضوع الدعم خلصنا منه. تفضل المهندس خير الجراح نقيب مربي الأقبار الحلوب بلبنان. صباح الخير. صباح الخير مدام نوال، صباح الخير لضيفك. صباح الخير، يعطيك العافيه. هل مربون ابقار الحلوب بلبنان عم يستفيدوا من الدعم؟ وهل في عداله بالتوزيع على صغار المربين؟ بدايه كان هنالك بعض العدل، ولكن الان الوضع كثير سيء. صغار المزارعين ما عم يوصلوا كميه الاعلاف اللي هي بتحتاجها ابقار للاستمرار. الوضع اللي نحن مكملين فيه هيك للأسف، بدي بلش بهيدا الطريقة السوداوية، انه نحن قطاع رايح على تناقص عدد الأبقار الحلوب بلبنان. اذا هلا عم بيتناقص، وفي حال تم رفع الدعم حسب ما عم ينحكى باخر شهر 5، نحن رايحين على كارثة من هلا لاخر الصيف. الثروة الحيوانية بالنسبة لأبقار الحلوب حتتضاءل اكثر من 30%. بس يعني اليوم ليش عم بيقولوا ما في عدالة بالتوزيع؟ وهل وزارة الاقتصاد طبعا هي عم بتتابع موضوع التسعير؟ بدي بلش الموضوع العدالة من اول يوم. احنا طلبنا فصل قطاعنا قطاع الدواجن. نعم، لما خلصنا احنا وقطاع الدواجن نشترك نحن وجههم بالذرة الحب والسويا المستوردين على المدعوم. حجمنا نحن من كمية الذرة الحب اللي بتستورد 5% بالشهر، اللي هن بحدود 2500 طن، وبالنسبة للصويا 10% اللي هني بحدود 1500 إلى 2000 طن. مدام نوال، من أول يوم هنالك غبن بحق مربي الأبقار الحلوب بالتوزيع العادل. نحن في عنا بونات تصدر عن وزارة الزراعة، ولاحقا صارت موجودة على المنصة، يعني يبين عندهم على المنصة كل مربي قديش كمية الأعلاف اللي استلمها. للأسف اليوم نحن بوضع سوداوي. أبدا تقريبا كمية المزارعين، صغار المزارعين تحديدا اللي بيستلموا كمية من الأعلاف المدعومة ما بتتجاوز 20 أو 25%. جزء كبير منهم بلش يبيع بقره من هلا لأنه ما عنده قدرة على الاستمرارية. بس عم ينقال معناه بين الهلالين أنه أنتم استفدتوا أكثر من غيركم بموضوع الدعم. يا ريت بتقدر توضح، قصدك التجار استفادوا أكثر من غيركم. نعم، يا ريت توضح هيدي الصيغة، لأنه اليوم بالنهاية ما في شخص بيقدر ياخد علف مدعوم إلا إذا كان موجود معه البون الصادر عن وزارة الزراعة. بالأول كان في نوعا ما كمية مبالغ فيها من الأغنام والقطيع الثانية اللي أخذت من أمام الأبقار الحلوب، ولكن مشكور معالي الوزير رجع وقفها ورجع ضبطها وحددها فقط بالدواجن والأبقار الحلوب. مع هيدا كله لازلنا اليوم ما عم نقدر ناخد. مدام بس بدي اقول لك شغله، بدايه الدعم بشهر 7 كان هنالك اسعار عادي. يعني اعطيك مثل، كان سعر طن الذره الحب، كان التعهد يلي بمضى لوزاره الاقتصاد وليس وزاره الزراعه، يعني وزاره الزراعه ما عندها نسخه عن التعهد الاسعار يلي بمضى، كان 738,000 واصل الى المزرعه. لانه لحظه خير، لانه هذا موضوع الاسعار مش عند وزاره الزراعه، يعني لا 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 بقولك ما دخل ما انا بدي ارجع اوضح. احنا عم نشقطشك، بس بدي اوضح نقطه، ما عندنا نسخة عن التعهد، لأنه الموضوع عن مصلحة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. إذا كل الوزارة تشتغل نفس الشيء، فإذا ما بنعمل وزارة واحدة، ما بنعملش 22 وزارة بالدستور اللي بالقانون اللبناني. وزارة الزراعة
وزارة الزراعة ما دخلها بالأسعار، وزارة الاقتصاد أنا عم حدث أنه تعهد كان يقدم إلى وزارة الاقتصاد. نعم واضح، بس أنا عم بوضح اللي أنت عم تقوله. فالموضوع هو أنا بدي أوصل معهم من شهر 8 مدام لحديث اليوم، الأسعار الحبوب عالميا طلعت، يعني بدي أعطيك الذرة، طلعت بحدود 45% لحديث اليوم. يعني اليوم السعر العادي لتسليم المزارع طن الذرة الحب 1,350,000 ماكسيموم. للأسف وزارة الاقتصاد رفعت لبعض التجار تعهداتها، كانت مضيطة على 1,350,000. نعم شو صار؟ رفعت لهم بأول مرحلة للمليون وستمية وخمسين ألف، رجعت عدلت لهم السعر للمليون وثمانمية وخمسين ألف للذرة الحب، بحجة أنه كان عندهم تكاليف خارجية اللي هي الدمرج اللي دفعوها زيادة. هذا الموضوع وما في متابعة من وزارة الاقتصاد، وهذا أحد التجار عم يسلم هلأ أغلى من هيدا السعر حتى مع اثنين. مهندس خير، مهندس خير، أنا بدعيكم قدموا شكاوى على القضاء اللبناني، لأنه بالآخر حقكم، هذا حقكم، قدموا شكاوى. طب بهالنقطة شو بتقول قبل ما ننهي؟ أنا صراحة أنا بتمنى على وزارة الاقتصاد متابعة هذا الملف للآخر، لأنه هذا الملف في حذر كتير كبير بمخص قصة العلف المدعوم. نعم العلف المدعوم وزارة الاقتصاد مسؤولة بالرقم واحد هي عن الأسعار اليوم غير طبيعية عم تنباع. أكيد تفاوت بالأسعار على عينك يا تاجر والتجار، طبعا يعني ما حدا عم يتعاطى معه. شكرا لك نقيب مربي الأبقار حلوب المهندس خير الجراح. آخر اتصال مستقبله قبل ما نحكي عن مبيد. لبنان عمل إنجاز بمبيد. مين معنا؟ قيصر نقول أتفضل. يعطيك العافية أختي نوال. أيسر نقول مزارع من الضنية. تفضل أيسر. استشارة للمدير العام. أهلا وسهلا. أنا مزارع عندنا مش بالضنية، عم تجي مثل المونيليا. نعم. يحترق الطرد والغصن والزهر كأنك مشعلة تحت نار. شو البديل؟ رح نبعت رئيس المركز الزراعي بالضنية اليوم، هلا رح أعطي توجيهات لمصلحة زراعة الشمال. تبعت لي رقمك، نبعت رئيس المركز الزراعي بالضنية يعمل كاشف لحتى نتحرك عضو الكاشف اللي بنعمله، لانه انت صاحب حق ونحن رح نكون حاضرين وبدعيك لاي حالة مماثلة تحطها بتصرف المركز الزراعي بالضنية. شكرا. بدي احكي معك حضرة المهندس اليوم لويس لحود، يعني بلبنان البيض اللبناني طاقة تصديرية. نعم. هل تفتقر الى الاسواق الخارجية بعد لهلا ولا انا بتصور في اسواق بس بعدنا عم نطورها اكثر. فتنا على الاسواق الاوروبية، الاسواق الامريكية، على فتنا على اسواق، بلشنا كنا مع اسواق الصين لما صارت قصة الكوفيد 19. نحن اجمالا ارتفع تصدير البيض بعد ما فتحنا اسواق عبر الايام العالمية اللي انعملت، ايام التسويقية بلبنان، ورح نستمر ان كان بالبيض اللبناني او بالموني اللبناني. اطلقنا كمان 25 موني من المطبخ اللبناني، وبتصور قدرت اليوم صار عندنا 52 مصنع بيض مسجلين. كان قبل ما بلشنا الحملة كانوا تحت العشرين، يوم صلنا 52 مصنع بيتهودي بأمنوا فرص عمل، بياخدوا مواد الأولية. طبعا هذا نفس الشيء بلشنا بالمطبخ اللبناني بخمسة وعشرين منتج، هاودي كمان وزارة الزراعة بتتابع بتسويقهم. ورغم انه هلأ في الكوفيد 19 عم نعمل تسويق على ويبينار، تسويق أونلاين، حتى ما نكون حرمنا المنتجين بهالتسويق. هذه هون بحي الجاليات اللبنانية موجودة برا لتجاوبت معنا بموضوع التسويق. طب ليش لبنان لهلا ما نوضع على خريطة النبيذ العالمية؟ نوضع على خريطة النبيذ العالمية. نوضع على خريطة اليوم لبنان هو رئيس المجموعة الخبراء بالمنظمة العالمية للكالمي والنبيذ، ورح نطلق هلا سياحة نبيد إن الله راد بآخر الربيع المقبل، لحتى وعم بيصدر بين عدة بلدان النبيذ اللبناني. نعم يعني حلو هيدا انه الوضع، لانه يعني هون بحي منتجين البيض اللي هن بمثابرتهم احترامهم للمواصفات والنوعية قدروا فرضوا نفسهم بالسوق المحلي وبالسوق الخارجي. نعم البيض اللبناني نال جوائز وميداليات. نعم. عديدة. ليش نحن بنتميز بهالبيض الطيب؟ لانه خلينا نحكي شيء ايجابي عن لانه لاقي في مثابرة من المنتجين، في متابعة صارت من وزارة الزراعة، في تعاون من الجاليات اللبنانية برا ومن السفارات اللبنانية، كانوا عم بيكونوا عم فاعلين بهالموضوع، مش بس من بيت حتى بمنتجات الموني والمطبخ اللبناني، واللي صارت رح تستمر ان شاء الله، عم تستمر بالكورونا عبر الويبينار، رح تستمر ما بعد الكورونا ان شاء الله اكتر، بتكون حركة الحركة الصحية تسمح بهالموضوع هيدا. يعني غير الحركة الصحية بدك ميزانيات كبيرة للتسويق. بدون ميزانيات، وهون بقول انه عندنا مشاريع
كنا عم نشتغل بدون ميزانيه، رح نستمر نشتغل بدون ميزانيه ونحن مأمنين بهالتألق الصناعات الغذائيه اللبنانيه وتألق الانتاج اللبناني الزراعي ان كان نباتي او حيواني. انا بدي اشكر ضيفي المدير العام لوزاره الزراعه المهندس لويس لحود، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كنا لايف عبر الفيسبوك فويس اوف لبنان 100.5. بختم هاللقاء اطيب الامنيات مني نواليشا عبوده ليدا غانم والمخرج سيمون مصور. الى اللقاء.